السلام عليكم. في قضية مشهورة جدا في أول التسعينات في الإمارات، والحين طبعا يمكن الناس نسيتها أو اندثرت، يعني قصة عصابة الصرافين اللي كانت في العين وفي بعض المناطق من الإمارات. هذه القصة سوت رعب بشكل مو طبيعي، لدرجة أن بعض الصرافين صاروا ما يروحون، يعني يودعون أموالهم في البنوك وكذا إلا معاهم مجموعة حماية، وما يروحون إلا في أوقات يعني تواجد يعني رجال الأمن عند البنوك. الناس بدأت تعيش برعب. منو هذا؟ بدأت في أول الأيام بلاغات تجي من أهالي الأشخاص المفقودين. في واحد إماراتي عسكري، أهله بلغوا إن هذا راح، أبونا راح يسحب مبلغ من البنك واختفى. بعدها بأسبوع ويجيهم بلاغ من شخص عماني قالهم يبا أبوي أنا راح سحب مبلغ من البنك واختفى. جو كذا شخص من الجالية الهندية وبلغوا عن اختفاء صديقهم، وهذا صديقهم رايح يستلم مبلغ من البنك، واثنين كذلك من جنسيات أخرى. لا، الموضوع له علاقة في بعض. هذول وين قاعد يختفون؟ بدأ البحث عن الإمارات الأولاني العسكري، عسكري في الجيش، وعن العماني وعن الهندي وعن الثانيين، خمس أشخاص وراء بعض. هني اكتشفوا موضوع كبير جدا. بعد ما تم العثور على جثة العسكري الإماراتي مدفون في أحد المناطق الصحراوية، أحد الرعاة بلغ عن وجود جثة، لأن الظاهر الكلاب اللي هي السايبة هذه دائما تنبش عن الجثث وتنبش عن أي يعني الموجود في البر هذا. فبلغ، لما حضروا ولا هالجثة للعسكري وهو في لباس العسكري. انصدموا، اكتشفوا انه تم اطلاق النار عليه. منو؟ قالوا لا، اكيد الموضوع له علاقة في موضوع البنك. لما راحوا سألوا ولا فعلا كان ساحب مبلغ، يعني اللي تربص له هذا كان يدري انه رايح البنك والموضوع بهدف السرقة. الحين يدورون عن الأربعة الثانيين بعد فترة ويعثرون على جثة العماني، لكن العماني مقتول بطريقة مختلفة، ما هو بإطلاق النار، لا، كان مخنوق يعني بسلك أو حبل ومدفون. وكذلك لما شيكوا طلع فعلا سحب مبلغ. اعرفوا أن الموضوع له علاقة في بعض. هذا في مجرم، ومستحيل انه يكون واحد يسوي كل هالجرائم، لازم في ناس تساعده. يعني اعثروا بعد فتره على جثه الهندي، لكن هني بدت تتكشف بعض الحقائق والخيط الاول اللي وصلهم لهويه المجرم، لانهم ما هم عارفين، انجنوا، وكل طريقه يعني من الجرائم تختلف عن الثانيه. هذا شخص ذكي جدا، أكيد إنه يعني قاعد يعرف تحركات رجال الأمن، لأنه ما يترك أي أثر ويغير طريقته في الجريمة. لكن شلون قاعد يستدرج هالضحايا؟ شلون ما هم عارفين شلون طريقة؟ هل يخطفهم خطف؟ هل يطاردهم ويمشي وراهم مثلا لين يوصلون إلى منطقة معينة ويخطفهم؟ ما هم عارفين طريقة. المهم مالكم الطويلة، في أحد الجثث اللي تم العثور عليها اكتشفوا الأدلة الجنائية وجود ساعة. شنو هالساعة هذه؟ الساعة هذه الله يسلمكم كانوا أول في شرطة الإمارات يعني يعطونها للأفراد الشرطة، وخصوصا البحث والتحري، يعني ساعة كانت مخصصة لرجال الأمن، عليها شعار الدولة وعليها شعار الجنائية وكذا. هذه الساعة ايش جابها هني؟ قالوا بس عرفنا
هذا في واحد يعني له علاقة في المباحث أو التحري، لكن إحنا ما نبي نظلم لأن الموضوع ما يدش العقل. قالوا خلونا نعرف الحين منو صاحب الساعة. بدأوا يستدعون جميع رجال الأمن اللي يملكون مثل الساعة اللي تم تقديمها لهم من قبل الإدارة العامة يعني الشرطة عندهم هناك، وبدأوا يبحثون. كل واحد لازم يجيب ساعته، يبي يعرفون من اللي فاقد ساعة، ويكتشفون إن في واحد بس. هذا قال لهم أنا ساعتي مفقودة وما أدري شنو، وما أدري إذا هي الساعة اللي أنتم عثرتوا عليها ولا لا. وهو طلع عنده خبر بعد في الموضوع، لأن أصلا من طاقم البحث والتحري اللي ماسكين هالقضايا هذه. هذا أي الله يسلمكم اسمه ماجد فاخر حسين. ماجد فاخر حسين مجيد، إماراتي لكن هو من أصول عراقية وتجنس إماراتي وأصبح يعمل في البحث والتحري. المهم جابوه وحققوا معاه ساعة كوين. قال والله فاقد يعني من زمان فاقدان، وبعدين يعني ما هي جريمة إن أنا أفقد ساعة. قالوا إحنا عارفين بس نبي نعرف هذه ساعة منه. قال ما أدري. قال أوكي، ويأخذون الساعة ويودونها للفحص، ويأخذون عينة من اللي هو ماجد، ويبدأ التحقيق مع ماجد، لأن الحين أصبح هو المتهم الوحيد بالنسبة لهم. ترى هذا ماجد فاخر أخو لاعب معروف جدا يعني أيامها في الإمارات. أو تنكشف الحقيقة، ولا ماجد لما يحققون وراه ولا عنده مبالغ فلوس كاش في البيت، وكانت عنده سيارة نوع بيوك أيامها، ومن وين كل هذا؟ والفلوس ليش كاش عندك؟ ليش ما تحطها في البنك مثلا؟ زين وين مصدر هالفلوس؟ قالوا بس حبيبي، ويحطونه قدام الأدلة هذه والإثباتات أو يعترف. قالوا له حبيبي احنا خلاص الحين تأكدنا ان انت مستحيل ان انت بروحك. قال له معي واحد اسمه عبد المهدي كريم مشتاق، هذا إيراني ومتعرف عليه وكان صديق الخاص واللي يستخدمه في تنفيذ الجرائم. قالوا له زين تعال الحين فهمنا. طبعا هو مسوي نفس سالفة خالد الذيب عندنا في الكويت. طبعا هو مو خالد، اسمه حميد الذيب، بس يعني انتشر او اشتهر بكلمة خالد الذيب. خالد الذيب كذلك كان مصدر للمباحث، ولما كان يرتكب الجرائم في خطف الصغار في العمر ويعتدي عليهم ويقتلهم ويحرقهم ويرميهم في البر، وكان هم من طاقم العمل البحث اللي في المباحث، فكان يعرف كل التحركات ويبتعد عن أماكن الكمين اللي كانوا يحطونها له رجال المباحث. هذا ماجد حسين، ماجد فاخر حسين كذلك كان يتبع نفس الطريقة، كان من ضمن طاقم العمل اللي يبحثون عن المجرم، وكان يعرف يعني كل يعني الخطط اللي كانوا يضعونها رجال المباحث، لذلك بسبته طولوا لحد ما اكتشفوا هويته. المهم الحين لما طاح واعترف على صديق الإيراني ألقوا القبض عليه، وهذاك بعد بطل جربه واعترف على أكثر من جثة هم أصلا ما ملاقينها. لما سألوهم شلون طريقة يعني قيامكم بخطف المتهمين، وشلون قتلتوا أول واحد والثاني والثالث؟ اسمع السالفة. ماجد طبعا هو زعيم العصابة اللي هو ضابط يعني فرد المباحث، يقول الإماراتي هذا العسكري بعد ما طلع من البنك طلبت منه يعني خدمة وكذا، لين يعني طلبت انه يساعدني يعني اني اشيل اغراض وحطها داخل السيارة، لين جاء عند باب السيارة طلعت له المسدس وحطيته على ظهره قلت له اركب. لما ركب ومشوا فيه لين وصلوا الى منطقة صحراوية اطلقوا عليه النار في راسه ودفنوه في نفس المكان. هذا منو؟ هذا العسكري الاماراتي اللي في الجيش الله يرحمه، ودفنوه في لباس العسكري. الثاني العماني، قال العماني شلون انا استدرجته؟ قلت له يعني بعد ما طلع من البنك هلا حياك الله والاخ من وين؟ قال من عمان وجاي وكذا، حياك الله تفضل عندي الغداء وكذا وانت ضيف عندنا في بلدنا ومن هالكلام. هذاك المسكين صدق وراح وداه البيت وحط له الغداء، ويذكر معلومه يقول حتى لما
يعني بعد ما خلصنا الغداء جبت له الفواكه وكذا، لما قاعد ياكل الفواكه كلا تفاحة، فقلت له شفت التفاحة هذه اللي بإيدك؟ هذه آخر تفاحة ممكن تاكلها بحياتك. فقعد يضحك معاي وكذا، لكن هو ما يدري ان انا كنت يعني جاد في الكلام. قال زين شلون قتلته؟ قال وهو قاعد ياكل التفاحة جبت له الحبل مال الستارة ولفيته على رقبته وخنقته لحد ما مات، وبعدين طلبنا من شخص انه ياخذه ويدفنه. من شخص؟ من هذا الشخص؟ قال هذا هوازي اسمه عباس او فرج عباس، وكانوا يسمونه فرج عباس الاعور. وهذا اقول لكم شنو قصته، ليش كان ياخذ الضحايا ويروح يدفنهم، يعني الضحايا الثانيين. وكذلك نفس الطريقه الهندي، قالوا الهندي شلون قتلته؟ قال الهندي اول ما طلع من البنك جبناه عند باب السياره وهو ما يدري ايش القصه، وانا طلعت مثل الوساده المخده هذه كنت حاطها في السياره وحطيت المسدس من الخلف واطلقت عليه النار 3 طلقات في ظهره ودفعته داخل السياره وهربنا فيه. طبعا خذينا فلوسه ودفناه. شلون دفنته؟ عن طريق عباس الاعور. وكذلك الضحايا اللي بعدهم. مالكم بالطويله القوا القبض على عباس وعلى 3 كذلك لهم علاقة في تصريف الفلوس، يعني مساعدين لهم من بعيد لبعيد. الحين نجي على عباس الأعور هذا، عباس فرج عباس. قالوا يا فرج أنت شو اللي حادك أنك تسمع كلام هالمجرمين وتمسك الضحايا تروح تحفر وتدفنهم؟ يعني صاير أنت حفار القبور حق الضحايا ليش؟ قال ها؟ قالوا لو وجعاء. شو السالفة؟ قال هذا ماجد قاعد يبتزني. يبتزك بشنو؟ قال أنا لما جيت من إيران وقعدت في الإمارات كان وضعي المادي جدا ممتاز وكانت أموري ماشية وكل ما حط إيدي بتجارة تمشي وأي معاملة أبيها أبدا ما توقف لي. استغربوا منه، قالوا زين ليش يعني عندك واسطة عندك شخصية؟ قال لا، كانت عندي خرزة اسمها مهرمار. مهرمار؟ شنو مهرمار هذه؟ طبعا مهرمار هذه خرزة يعني من الخرافة اللي يذكر عنها أو يعني كلام الفاضي، هذه الخرافات والسحر، أن هذا الثعبان الذكر يلتقي في الحية اللي هي زوجته الحية في ليلة مكتمل فيها يكتمل فيها القمر، فبعدين يجيبون يعني من النساء المنوي مال الثعبان مثل تطلع مثل الخرزة يسمونها مهرمار، هذه اللي يمتلكها تمشي كل أموره وكذا. طبعا هذا سحر وكفر وكفر يعني وكلام فاضي. فيقول يوم الأيام صديقي هذا ماجد سألني شنو هذه الخرزة اللي عندك؟ قلت له هذه مهرمار وكذي، فأخذها مني وقال لي ترى أحيلك للمباحث. فيقول أنا قعدت ترجع الله يخليك رجعها لي، وهذه أصلا كل أملي بالحياة ومن هالكام. قال خلاص أرجعها لك بس بشرط أنك أبيك تساعدني بموضوع. قال شنو؟ قال أنا يا حبيبي أجيب لك ضحايا وأنت أخذهم بس تفنهم، وبعد ما أخلص من مهمتي بعطيك المهرمار. يقول فعلا أنا ساعدتها مقابل مادي. مالكم بالطويلة، ماجد حسين أو ماجد فاخر حسين وكذلك عبد المهدي كريم مشتاق الإيراني تم الحكم عليهم بالإعدام، وكان الكلام هذا في سنة 97، حتى أنهم جابوهم عند ساحة هذه بالقرب من سجن مدينة العين الإماراتية، وصلبوهم لمدة يوم واحد وبعدين نفذوا فيهم الحكم، واحضروا أهل العين كلها علشان يكون تنفيذ الحكم أمام الجميع، وعلشان يستتب الأمن لأنه كان في رعب أيامها بسبة اللي سواه المجرم هذا وصديقه. أما عباس احكموا عليه بالسجن لمدة 25 سنة ونفذ الحكم بالكامل،
والباقي كانت يعني أحكام عليهم متفاوتة على حسب طبيعة عمله ومشاركته في هالجريمة هذه. وانتهت أسطورة ماجد وعبد المهدي اللي هم ذيابة صرافين الإمارات، مثل قصة خالد الذيب عندنا، ومثل كذا قصة حصلت في يعني أكثر من دولة في العالم، أن يكون المباحث نفسه أو رجل الأمن يكون هو نفس المجرم ويستخدم ذكاء أو سلطته وصلاحيات اللي عنده في ارتكاب الجرائم والهرب من الرقابة وأعين رجال الأمن. لكن ما في جريمة مكتملة، لابد أن يسقط المجرم في النهاية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.